في معلومات جميلة على المسك، أتمنى أنكم تركزون مع الشيخ لأنه جايب المسك الحقيقي. ما شاء الله جايب الآن مع المسك الحقيقي. هذا كم له من سنة عندك الآن؟ هذا من 2009 رحلتي. ريحته موجودة؟ رحلتي ولا تغير في شيء؟ لم تشمونه وتشوفون كلام جميل لأول مرة تشوفونه ولأول مرة تسمعونه في عن المسك. تفضل أبو محمد المايك لك. المسك هو أطيب الطيب، حديث صحيح، أطيب الطيب المسك. صفات أصحاب المسك وأصحاب تربة الجنة وتربتها من المسك. في يوم المزيد، يوم المزيد تعرفون اللي هو يوم الجمعة في الحياة الآخرة، يأتون الناس ليسألهم الله سبحانه، يقول لهم الله تعالى يستضيفهم، فيأتون على كثبان المسك. تصور أنك تجلس كلها ريحة مسك. المسك في الدنيا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في حله وإحرامه. سلام. عندما أحرم تطيب بالمسك، وعندما حل الإحرام تطيب بالمسك. المسك رائحة الشهداء، دم الشهداء من المسك. السلام شيخ، لفتة جميلة. التداوي في المسك، التعطر في المسك، الطيب في الزواجات عند الزواج، الطيب عند الجمعة، الطيب المرأة عند بعد الطهر أيضا. المرأة للطهر تستعمل أن تتمسك بفرصة مسك، كذلك هو يطرد الشياطين، محبب إلى الناس كلهم، محبب إلى الملائكة. سلام. المسك صفة يعني كل الناس تتمناها، وكل الناس تتمنى أن يكون ختامه مسك. وفي ذلك عندنا أربعة عطور ورد منها المسك في القرآن، والزنجبيل والريحان. يا سلام. والكافور، هذه وردت أربعة أسماء منها المسك، وكلنا يتمنى يشم المسك في الجنة. وأسأل الله أن نكون جميعا لا مشاهدين ولا حضور ولا من يقف في معنا في إخراج هذه الحلقة، أن نكون لنا نصيب في ذلك اليوم اللي في جنات النعيم. المسك في الدنيا، كيف أميز المسك؟ أنا كنت أفكر اللي أني أكتب كتيب صغير عن المسك، ثم تورط، والآن أنا في حدود 400 صفحة. 400 صفحة تكتب. ولا أزال دول كثيرة عشان يجيب بحوث من غير الأفلام ومن غير الفيديوهات. اشتهر عند الناس هذه في اليوتيوب، إلى أنها المسك وفارته. هذه المسك وفارته، هذه اللي تطلع من الغزال يا الربع. هاي تطلع من الغزال، المسك في فأرته، هذا أول مرة تشوفونها صح؟ أنا لسه بسأل والله أن أصل المسك فين يطلع. شوف الآن بيعطيكم الشيخ. الشيخ ترى قدامنا أقل من ساعة إلا أربع. أتحسبنا في الصباح أبو محمد؟ إيه لا دقايق على الطاير علشان. شفتوا شباب؟ هذا داخل المسك، داخل. داخل المسك. إيه داخل أبو محمد صح؟ إيه طبعاً. هذا داخل، هذا الفأرة. فأرة اللي تكون في الغزال. سبحان الله. كيف يستخرجونها الان بيعطيكم ابو محمد. ايش هي الفأرة؟ هذا وشو؟ هذا المسك. هذا الحقيقي. هذا الحقيقي المسك. هذا الحقيقي. هذا السلام الحقيقي. الله بركاته. لسه ما بعد حطوه في علب، ما ضبطوه، هذا هو الحقيقي المسك. يعني هذا المركبات يعني هذا المركز، هذا خالص المسك. هذا 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 المغشوش اللي معك. هذه القطعة مقطوعة على اساس هذا وش إيه هذا وش محمد؟ هذه مسك مقطوعة عشان توضيح. مسك مقطوعة أيضا. هذه فأرة، هذه فأرة، هذه فأرة المسك. ما شاء الله يا نفسها. بس اللي بيجيكم شباب لا تشموا، هذه لا تشموا بقوة. شو هذه دحين؟ الجاي يمسك نفسك. الآن بيشرح لأبو محمد. الحين نقول لك الفأرة و. ما شاء الله تبارك. هذا ابو راشد، هذا مسك مع العود. طيب هذا مسك مع العود، شمونه يا شباب. هذه اصليه يا شيخ. وش تو يا شيخ؟ هذه اصليه. وهذه حق الشيوخ. ذا شكلي بصادر يا ابو محمد. تعرفني على والله مسك الشيوخ. تكفى طيع علبه. طبعا بنعطيكم من فوائد المسك، يطرد الشياطين، يقوي الذاكره. سلام. يبعد الزهايمر بإذن الله. يا سلام. نعالج به أحيانا الزهايمر. الصينيين يعالجون به الزهايمر، يعالجون له السرطان، يعالجون به. اسمع الأدوية. أغلى سعر في الأدوية يكون داخل فيه المسك. سبحان الله.
اكمل ابو محمد. هذا المسك ابو راشد مع الطيب، مخلوط مع الطيب. هذا يا شباب المسك مخلوط مع الطيب. هذا كم لها القزازه عندك ابو محمد؟ هذه يمكن لها 8 سنوات الى 7. ولا تغير ريحه ولا تغير مع الجلد طبعا. لو كان لو داخل الجلد داخل الجلد. يلا انتم مسكرين الكاميرات حبايبي. لا الجلد محطوط يعني هذه مع بجلدها محطوطه في طيب. هذه حقائق. يمكن لو تروح المحلات الكبرى يا شباب حقين المسك ما تدري هذه الاشياء الموجوده اللي جابها لنا ابو محمد. ابو محمد ترى عنده محلات على فكره، عنده محلات بيع للعود وهو متخصص في البحوث هذه الامور. تفضل ابو محمد اكمل. هذا المسك الطبيعي انا جايبه من التبت على ارتفاع 6400 متر. انا جبت هذه. هذا المسك طبعا الكيس الكيسة الكيسة هذه تحتها 9 أكياس يعني ملفوفة في ملفوفة ملفوفة ملفوفة. تشم الريحة. التبت هذه جبال. جبال. طيب بس ايش فيها؟ غريبة. شيء غريب. هل حين نقولها؟ شيخنا سمسم الآن هذا ايش العود؟ هذه فأرة المسك. معها ايش؟ معها طيب دهن عود ولها مع الجلد. يعني لو حطيت جلد يعني هل تعتقد بيطلع ريحته زينة؟ الا لو كان المسك الطبيعي. احبابي عيوني يا شباب تاج راسي يا كحل عيني، وش رايكم نخلي ابو محمد يستطرد ان في كلمات ونخلي الاسئله بعد الاستطراد؟ ايش رايكم عشان نفتح مجال؟ قدامي ساعه الا ربع ابو محمد، ودي تبدا تتكلم عن كيف يستخرجونه المسك. تمام. وين يستخرج منه؟ زين احنا بنخلي لك المجال. تمام. موافقين يا شباب يا حلوين؟ الاسئله في النهايه. عشان احنا يستطرد، لو احنا سالنا حيخلص المعلومات المهمه اللي عند ابو محمد ما راح نلحق عليها. زين يا احبابي متفقين؟ هذا يا لب قلبكم. هذا المسك الطبيعي انا اللي جبته يعني. اي هذا قدامك يعني ملفوف في كم؟ في ثمانية أكياس وريحته قويه. يعني طيب لو فكناها بيشمونها الجميع في طيب ان شاء الله. شم عنه وانت. نرجع الى تسجيل الذاكره. تسجل هذه الرائحه الى يمكن حول 40,000. قالوا شم هذا الطيب الله يجزاك خير. 40,000 ماده تشمها يحفظها المخ. سلام. طيب فأنت إذا شميتها استطرد. فالأول أخذنا بدايه المسك وين يستخرج.